حدثنا ابن ابي عدي عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بن يزيد الجعفي قال انطلقت انا واخي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلنا يا رسول الله إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل وتفعل هلكت في الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئا قال لا قال قلنا فإنها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئا قال الوائدة والمؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها.